السلام عليكم، معكم ريم من قناة نكهات وأذواق. اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم وصفة لذيذة منعشة طيبة جدا وسهلة التحضير وبمكونات متاحة إن شاء الله في جميع الأسواق، وسهلة وبسيطة ورخيصة وغير مكلفة. يلا نشوف مع بعض المكونات وطريقة التحضير. قبل ما نبدأ بالمكونات بتمنى منكم تتابعوا الفيديو للآخر لتوصلكم كل التفاصيل لازم ننجح الوصفة، وكمان بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصلكم الوصفات الجديدة إن شاء الله. بداية حطيت على النار لتر حليب على نار هادية، غليت عشان ما يشعط معي. ضفت عليه كوب سكر، اي منكه بتحبوا بترغبوا فيه، ممكن تضيفوا فانيلا، قرفة، هيل او ماء ورد او ماء زهر حسب المتواجد عندكم. بالنسبة الي ضفت رشة قرفة، خفقت وعلى جنب بكوب حطيت ربع كوب حليب او نصف كوب حليب، هضيف عليه معلقة طعام كبيرة نشاء الذرة ومعلقة طعام كبيرة طحين، طحين عادي متعدد الاستعمالات. نحرك جيدا لحتى تذوب كل الكتل، وبالتدريج راح اسكبه على الحليب الساخن بالتأكيد مع الخفق باستمرار حتى ما يتكتل معانا الطحين او النشاء في قلب الحليب. مهم جدا انه ما يظهر عنا اي كتل بالحليب، ونستمر بالخفق لخمس دقائق وصولا لمزيج كثيف ومتماسك. كل ما تماسك اكثر كل ما كانت الكيكة حتكون طبقاتها مستوية اكثر وجميلة اكثر. فنتركه على نار هادية لعشر دقائق مع الخفق باستمرار حتى ما يشعط من الاسفل. لما يوصل لهاي المرحلة من الكثافة بنضيف عليه معلقة زبدة غير مملحة بالتأكيد، وهاي هي قوامها صار جاهز. حطيت بوعاء البايركس طبقة بسكوت بدون ما اغطسها باي شيء، ضفت عليها طبقة من المهلبية وعدت الكرة ثلاث مرات، بسكوت مهلبية بسكوت مهلبية، وهيك بتكون جاهزة لنحطها بالبراد. بتاخد وقت بالبراد تقريبا ساعتين لتتماسك، خاصة اذا كانت المهلبية متماسكة جيدا على النار. حطيتها بالبراد لساعتين، وتعالوا نجهز الطبقة الثالثة. نحتاج بهاي الطبقة نصف كوب حليب بارد جدا، ضفت عليه مغلف كريمة خفق شانتي متواجدة بكل الأسواق، وكمان بحتاج علبة جيلي. أولا رح أخفق الحليب مع الكريمة الجافة المجففة لتوصل لهذا القوام، ونيجي هلأ للجيلي. ظرف جيلي فرغته بهذا الوعاء الصغير، رح أضيف عليه بس فنجان واحد ماء بارد جدا، حركته وعلى الميكرويف لثلاثين ثانية. بإمكانك كمان تذوبيه على النار أو على بخار الماء، ما بتفرق إذا ما عندك ميكرويف. مجرد ما نطلعه من الميكرويف بنضيفه على الكريمة، نخفق لدقيقة واحدة هذا القوام اللي حيطلع معانا. راح أضيفه على المهلبية بعد ما جفت المهلبية ونشف سطحها تماما، ضفته على المهلبية وتركته بالبراد ساعتين ثانيات وجاهزة للتقديم. بتمنى منكم إذا عجبتكم الوصفة تشجعوني بلايك واشتركوا بالقناة، فعلوا جرس التنبيهات لتوصلكم الوصفات الجديدة إن شاء الله. هذا شكل الكيكة وقطع الكيك، رائعة جدا لذيذة وطيبة كتير، بنصحكم تجربوها وبتمنى ترجعوا تعطوني رأيكم فيها بعد التجريب في التعليقات. انتظر تعليقاتكم اللطيفة، بشوفكم إن شاء الله على خير بالوصفة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.